كيف بكثافتها السكانية وثروتها الحيوانية المضطردة تودع العطش بعد عقود طويلة من المعاناة، وذلك بعد اكتمال الأشغال في مشروع تعزيز وتغذية كيف بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل نقط على بعد 25 كيلومتر من المدينة. في 15 أغسطس من العام المنصرم، وضع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الحجر الأساسي لهذا المشروع، لتبدأ الأعمال في حفر الآبار وبناء الخزانين الرئيسيين بسعة 200 طن لكل منهما. هذا المشروع طبعا محتاجة له مدينة كيفا اللي اليوم فيها نقص حاد يناهز 70% من حاجياتها، ولا هي بعد تدشين هذا المشروع لا هي سد قرابة 80% من حاجيات هذه المدينة في فترات الصيف. طبعا في الفترات الأخرى سيكون أقل النقص، وعبارة هذا المشروع ونفذ في 3 سنوات، منها سنتين كانت سنتين زائد كانت فترة التنقيب، وبعد ذلك فترة إنجاز الآبار، والمرحلة الأخيرة هي كانت تأكد من جودة هذا الماء اللي في النهاية كان ضروري أن تعدل له هذه المحطة اللي اليوم احنا فيها. وذي المحطة عبارة عن معالجة الحديد والمنغنيز، وسيكون إن شاء الله هذا المشروع لا يضخ في الشبكة 2400 متر مكعب، زيادة على 1200 متر مكعب لليوم اللي تجبر المدينة، لتكون الضخ يصل 3600 متر مكعب. هذا المشروع أنجز في الفترة اللي مخصصة له، وانعكاساته على المدينة كانت الناس متحرية، كيف كانت مدينة عطشانة، مدينة كبيرة، والسلطات العليا حاسة به وتروّد الحيلة تزود المدينة بالمياه، كانت هم جهود حثيثة، والحمد لله انجز هذا المشروع، وقطع عنه لا يعطي مثلا تحسينات ذلك هي ملموسة على مستوى المدينة وعلى مستوى مولي الحيوانات وكل مثلا مستعملي المياه لا يجبر قطعا نصيبه من هذا المشروع. مع اكتمال بناء الخزانين الرئيسيين جاءت مرحلة ربط الآبار بمحطة الضخ، ثم ربط المحطة بالشبكة المائية للمدينة، ويقدر إنتاج المحطة ب 150 متر مكعب للساعة، بعد أن كانت القدرة الإنتاجية في السابق لا تتعدى 50 متر مكعب في الساعة، وتبلغ السعة التحليلية للمياه ما مقداره 100 إلى 110 متر مكعب في الساعة. وقد تم حفر الآبار الارتوازية بعمق ما بين 63 إلى 65 متر، مع ربط الآبار والمحطة بمدينة كيفا عن طريق خط كهربائي متوسط الجهد بقوة 401 ميجاوات. أعمال حفر الآبار ومد الأنابيب وبناء المحطة والخزانين الرئيسيين كلها مهام أوكلت إلى الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى ربط المشروع بالشبكة القديمة لمدينة كيفا. وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 1.250 مليار أوقية قديمة على نفقة الدولة الموريتانية.